بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع فيلم الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. هنبدأ مثال بسيط. أنا هعمل فانكشن بتاعت المين العادية بتاعتنا ديت، خلاص. وكل اللي أنا عايز أعمله فيها، أنا هعمل فاريبل اسمه إكس واديته 15 مثلا أو أي رقم، وعملت فاريبل تاني سميته واي واديله مثلا 30، ماشي. عايز أعمل برنت لاين اكس دوت بلس واي. دي بيعمل ايه؟ عادي ليه اكس بلس واي، بس انا عملت بالايه؟ بالاوبريتور التاني اللي هو بتاع كلمه بلس. فطبعا ده بيساوي اكس زائد واي عادي، اللي هي العاديه جدا يعني. فالمفروض هيجمع لي الرقمين يطلع لي 45. طب عايز توصل ليه؟ عايز اوصل هل يا ترى البلس دي اقدر اخليها تعمل حاجه غير الجمع، او اقدر اعمل اوفرلودنج يعني الزائد والناقص وبتاع. احنا خلاص عرفنا اي فانكشن ممكن يعمل لها اوفرلودنج. طب هل ممكن اقدر اخلي الحاجات الاساسيه دي اعيد استخدامها واخليها تشتغل بشكل مختلف؟ مش لازم طبعا، مش من الغباء ان انا اخلي الزائد تعمل ناقص مثلا ده يعني، او الناقص تعمل زائد، او الضرب تعمل اسمه، لا. لكن الفكره كلها ان ممكن يكون العمليه فيها كلاسز ومتجمعه مع بعض وشويه شغل كده، فتبقى انت عايز تعمل عمليات معينه. يعني على سبيل المثال اديك مثال يوضح الفكره بشكل مباشر. عملت كلاس اسمه بوينت، واي بوينت في الحياه بتكون من ايه؟ بتتكون من اكس وواي عندنا عادي. فعملت فاريبل اكس وده انت 0، وعملت فار واي وده انت مثلا 15. يبقى النقطه بتاعتي اكس من الشمال 0 وواي من فوق 15، ماشي. دي نقطه بوينت عاديه جدا. انا عايز البلس لما اجي اجمع بوينت زائد بوينت. البوينت هنا مش رقم زائد رقم، ده انا عندي اكس وواي، فعايز اعيد فكر الفكره. فعملت اوبريتور، كتبت كلمه اوبريتور فانكشن وبلس، وبعت لها بارامتر اللي هي البوينت، اي بوينت تجيلي خلاص. وهريترن انا بوينت، بس هريترن بوينت عامله ايه بقى؟ اقول له هنا عندي الاكس تتجمع على الاكس والواي تتجمع على الواي. هنا المفهوم عندي بقى مختلف، يعني لما اجي اجمع اي نقطه على نقطه الوضع بتاعي مختلف. انا عايز اجمع الاكس زائد الاكس والواي زائد الواي. الاكس بتاعت الاصل زائد البارامتر المبعود دوت اكس، والواي الاصل زائد البارامتر المبعود دوت الواي. يبقى كده هاخد الاصل زائد الايه؟ البارامتر المبعود، واجمع. فالبوينت الجديده اللي هتنتج هتبقى عباره عن الاكس، الاثنين اكس زادوا على بعض والاثنين واي زادوا على بعض. فهمنا الفكره؟ فهنا البلس بالنسبه لي بقت ليها وضع مختلف، انا عايز اعمل لها اوفرلودنج. فعملت اوبجكت اسمه بوينت 1، وده هخلي الاكس ب5 والواي بسالب 3، وخليت بوينت 2 وده خلي الاكس ب9 والواي ب15. وتعال نجرب بوينت 1 زائد بوينت 2 هتنتج لي بوينت، لان انا عارف عاملين فانكشن بتريترن بوينت. فعملت نيو بوينت ايكوال بوينت، خلاص هي نيو بوينت عاديه جدا. وهعمل نيو بوينت بتساوي، عايز اجمع بقى الاثنين مع بعض، فقلت له بوينت 1 بلس بوينت 2. طبعا هي ايه برضه؟ لو قلت بوينت 1 دوت بلس وفتحت قوسين وحطيت بوينت 2، المفترض ان بوينت 2 ده بالنسبه لي هتبقى فانكشن، هيبقى اوبجكت جديد، والاوبجكت الجديد ده هيبقى الاكس بتاعته هي عباره عن 5 زائد 9، والواي بتاعته هتبقى سالب 3 زائد 15. ده المفترض تطلع كده، يعني 5 و9 تطلع معايا 14، و15 ناقص 3 تعمل معايا 12. فتعال نشوف لو انا طبعت النيو بوينت بتساوي، وعايز اطبع الاكس بتاعتها والواي بتاعتها. طبعا لو انت كنت عملت زائد دي ما كانش هتمشي اصلا، لان الزائد عايز ارقام زائد رقم، رقم زائد رقم عشان تشتغل. ما كانش في حاجه اسمها بوينت زائد بوينت، لان ده كلاس احنا اللي من تاليفنا. فلما جيت هنا قمت قال نيو بوينت دوت اكس و النيو بوينت دوت واي، عشان اوريك الاكس واوريك مين واوريك الواي في النتيجه بتاعتنا، وهتطلع زي ما احنا تخيلنا وزي ما احنا عملنا اوفرلودنج للبلس ولا لا. خلاص، اللي هي دي بالظبط كده، اللي هي الاوفرلودنج اللي عملناه بتاع الاكس والواي. تعال نعمل رن كده ونشوف الاوبريتور اوفرلودنج. طبعا من المفاهيم الثقيله المهمه جدا في الاوبجكت اورينتد ومراحلها يعني متقدمه. طلع لي 45، وطلع لي فعلا 14 و12 زي ما اتفقنا. 14 اللي هي 5، اللي هي 5 زائد 9 وسالب 3 و15 جابت معايا 12 زي ما اتفقنا. وقدرنا نخلي الايه؟ البلس تعمل حاجه غير اللي كانت بتعملها
لكن على نفس الفكر بتاع كلمة الزائد يعني. ودي كانت الفانكشن البسيطة اللي احنا ضفناها.